فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمام الذي لا يقرأ سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة محتجاً بالتخفيف على المأمومين، هل له حق في ذلك؟ مثل ما ذكرت لكم، ما هو بالتطويل من قراءة السجدة والإنسان، التطويل من نوع قراءة الإمام. قد يقرأ السجدة كاملة ولا يشعرون بالملل، وقد يقرأ بعض السورة ويعني يتمنون أنه يسلم بس من ثقل قراءته. هذا يرجع إلى قراءة الإمام ونوعيتها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.